بسم الله الرحمن الرحيم. من ضمن المهارات المهمة إن أنت تتعلمها سواء في الكلية أو بعد ما تتخرج بإذن الله، إن أنت يبقى معاك برنامج بروسيس سيميليشن، برنامج محاكاة عمليات، وتكون شاطر فيه، سواء الهايسيز، أسبن بلس، بقية البرامج الكيم كاد والبروسيم والحاجات دي. أنا زمان اشتغلت على الهايسيز، ويعني كتر خيرهم زمايلنا في الدفعة راحوا درسوا كورس مع الشركة ورجعوا شرحوا لنا يعني مجانا، فكتر خيرهم طبعا، ربنا يجازيهم خير. و يعني اللي خلاني ارتاح للهايسز لما اشتغلت على اسبن 1، بصراحه ما ارتحتلوش قوي، لقيت الهايسز اسهل يعني في التعامل، فكملت فيه وما زلت حتى الان يعني. فانصحك ان انت يكون معاك برنامج تعلم نفسك عليه. الهايسز له تيوتوريالز كتير جدا اونلاين، تيوتوريالز كتير جدا، ناس كتير بتشتغل عليه، امشي معاهم وتعلم منهم واحده بواحده، هتكتسب كمان خبره في المجال نفسه، لان في الاغلب العام اللي بيشرح يكون عنده مثلا 2 سنين خبره، 3 سنين خبره، في ناس ممكن يكون عنده 5 6 سنين خبره بيشرح هايسز، فهيعلمك جنب المحاكاه والسيميليشن وكده، هيعلمك كمان حاجات من المصنع عنده. لكن في مشكله بتقابل بعض الناس، وهي في مشكله بتقابل بعض الناس وهي انه النسخه الحديثه من الهايسز تبقى تقيله جدا، يعني مساحتها كبيره وعايزه جهاز كبير يشغلها. فتروح مثلا لواحد صاحبك، يعني انا كنت اروح لناس صحابي، اروح اقابلهم مخصوص وانا معايا هارد وانقل منه الجهاز، ويقعد يعلمني الكراك يتعمل ازاي، والكراك ممكن ما يظبطش واضطر اسطبه تاني من الاول، شغلانه يعني. طبعا حقوق الملكيه الفكريه ما حدش بيتكلم فيها، يعني انا عارف حقوق الملكيه الفكريه، لكن احنا هنا بنتكلم عن ان انت مش بتعمل بيها عمليه تجاريه، يعني انت هنا طالب بيتعلم، فانت مش يعني محتاج تتعلم حاجه زي كده تستفيد منها يعني. لكن ما ننكرش يعني حقوق الملكيه الفكريه لحد، لكن انا كنا بنعمل كده يعني، انا كنت بكاري البرامج واتعلم منها. بعد فتره في حد عمل حاجه يعني ربنا يجازيه خير، انا مش فاكره الحقيقه، ربنا يجازيه خير، كان منزل نسخه خفيفه جدا من الهايسز، نسخه 2.2 تقريبا، حاجه كده يعني زمان خالص، فيها ميزه جميله جدا، اولا نسخه خفيفه، ثانيا بورتابل، مش محتاجه تسطيب، انا هضغط دبل كليك تفتح، فده بيساعد كتير جدا ان انا اتعلم منه شغل السيرمو مثلا، ان انا اتعلم الانثالبي والانتروبي واعمل عليها تطبيقات، ان انا احل عليه عمليات بسيطه زي كارنوت سايكل او رانكاين سايكل، ان انا ارسم عليه بقيه البروسيسز اللي انا كنت بشوفها، اتابع تيوتوريالز من الناس بتشتغل عليها، خصوصا عايز التيوتوريالز القديمه بتنفع معايا، والتيوتوريالز الجديده الفرق مش كبير قوي الدرجه دي، لو انا فهمت الفكره ممكن ايه اقلدهم يعني، لكن هيبقى صعب شويه لو انا اول مره اسمع عن الهايسز يعني. فانا انصحك ان انت ايه، ممكن تكون البدايه معاك ببرنامج زي كده. انا هحاول ان شاء الله ابقى اعمل له سلسله تيوتوريالز على الهايسز الخفيف ده، لكن حتى لو الوقت ما اسعفنيش، انت زي ما قلت لك لو لقيت تيوتوريالز قديمه على الهايسز 3 بوينت شويه هتلاقيه موجود، على الاقل يوقفك على رجليك يعرفك. لكن انا ما انكرش انت لو في هايسز 13 دلوقتي اشتغل على هايسز 13، لو تقدر تشتغل عليه اشتغل عليه، لكن انا بقول لك انا بحل لك مشكله انه ايه الكمبيوتيشنال باور العاليه، مش محتاج تكون معاك يعني جير عاليه عشان تقدر تشغل حاجه زي كده، وتقعد بقى تستناه لما يقعد يعمل ايكونوميك اناليسيز، ويقعد يعمل مش عارف انرجي فيلم هندي، الناس عندهم امكانيات خرافية لكن صعبة انها تشتغل. فما تبقاش انت ايه يعني ما لا يعني باختصار شديد، مش لازم نجري ورا حاجة صعبة علينا زي الادفانس، النسخ الحديثة قوي دي، عندنا نسخ قديمة وبسيطة وسهلة ونقدر نتعلم منها. فانا كنت مثلا اخش اقلد مثلا مسائل السيرمو، اخش احدد الكومبوننتس بتاعتي، اخش اختار مثلا فلويد باكج معينة، اخش ارسم مثلا حاجات بسيطة، ارسم مثلا هيتر ومية داخلة ومية خارجة، واشوف الحرارة اللي محتاجينها، وابتدي احسب، اشوف بقى الانثالبي، اشوف بقى الانتروبي بتاع الستيم اللي طالع ده قد ايه، الانتروبي هنا قد ايه، تطبيقات بسيطة على السيرفر، بس بعلم نفسي، بدرب نفسي، بشوف مثلا الستيم اللي طالع ده دخله على تربينة، والتربينة دي اللي طالع منها اقفل بيه بقية الرانكاين سايكل، وكأني بتدرب على كارنوت سايكل او رانكاين سايكل. كنت جات لي فترة كنت مهتم بالكولينج سايكلز، علشان مثلا اي عملية تبريد، خصوصا في السكة بتاعت الغاز الطبيعي وكده، لان قعدت فترة يعني في المجال ده، فدوائر ال ان جي وازاي بيبردوا الغاز الطبيعي لغايه ما يسيلوه، الدوائر المختلفه، شفت كميه دوائر غير عاديه وكتب، وكنت اقعد اقلدهم ارسم، وهو كلها نفس دائره التبريد نفس الفكره، بس مش عارف مثلا الايفابوريتور يطلعه ويدخله مش عارف على الكمبريسور، والكمبريسور يعملوا كذا ستيج، مش عارف الستيج الاولانيه يعمل فيها ايه، والثانيه مش عارف يدخلها على فين، قصص كتير ورا بعض. عشان كده كلمتك عن عقليه البدائل، ان انت تتعلم ازاي تقارن خصوص الانتاج المختلفه، لكن دي الفكره بمنتهى البساطه يعني. فالحاجات دي كانت بتعلمني كتير، لان انا اتعلمت من الهايسز اكتر ما اتعلمت من كتب، اكتر ما اتعلمت من مصادر مختلفه، لان انا بتدرب بايديا، بشتغل بنفسي، ولا اي ايرور وما يرضاش يطلع وما يرضاش يحسب، كنا بنصبر معاه وبنتعامل معاه. وتقلد تيوتوريال قدامك تيجي انت تعمله على نفس البرنامج، على نفس كل حاجه قدامك على الجهاز، ما يظبطش، ما تعرفش ليه. فمرينا بالمراحل دي يعني.
لكن انا انصحك ان انت لازم يكون معاك خبره كويسه في الايسس. في نوعين من الكورسات، في كورس الستيدي ستيت اللي هو المعتاد، ده ضروري يكون معاك. في الكورسات الادفانس بتاعت الداينامكس اللي هو ممكن يعلمك بقى بروسيس بتتغير مع الوقت، ومثلا شغل الاوتوماتيك كنترول اللي عليها وكده، دي حاجه ادفانسد متهيألي لو انت مش يعني مش انترستد فيها مش ضروري قوي. لكن الحد الادنى لو انت بتدور على شغل انتري ليفل في البدايه، ان انت يكون معاك ايه، محاكاه على الهايسس او اي برنامج تاني زي ما اتفقنا. اتمنى ان ده يلفت نظرك ان انت تدور على النت على الكورسات المتاحه، تشوف لك النسخه اللي تقدر تحملها عندك وتنزلها. لو ما لقيتش زي ما اقول لك هسيب لك ان شاء الله في اللينكات تحت النسخه دي البورتابل، هتساعد معاك في اي جهاز هي بتشتغل على اي حته، يعني نسخه خفيفه خالص تبقى بس ايه، بدانا في الطريق يعني، تبقى حركنا ايدينا في الموضوع يعني. بس نكمل بقى ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه. شكرا.